إلا في يوم الليل يجب على نفس الكفين ثلاث مرات قبل الكلام بالإناء. ربنا لا يهدمون بكره أقري حق الشرط بكره في الشرط بكره أقري. ثم يأخذ حقنا من ماء شيء من الماء في بعض الكف اليمنى ويدخل الماء في فيه ويسحب الماء بمصبرين ثم يستنثر بيده اليسرى ويخرج الماء من فيه. يكون التخليل واهم، واذا كانت اللحيه كثيفه يعني لا يرى الخد اسفل من اللحيه مثل لحيه الشيخ يكون التخليل سنه، يعني لحيه هذا الاخ الان لحيه خفيفه فيها الخد من وراء شعر اللحيه، التخليل هنا واجب والتخليل هنا مستحب، اي يخلل بين شعر اللحيه، نعم. إذا كان إذا كنت ترى اللحية والخد فهذا معناه أن اللحية هذه خفيفة، إذا لا بد من غسل اللحية والخد لأن يحصل المواجهة بين الخد واللحية. يغسل الرجل اليمنى مع الكعبين ولا يغسل
দিয়ে গান তারা তৈরি করবে এবং প্রতিষ্ঠান দিয়ে আগুন গরম করবে এরা করবে সমস্ত শরীরে পানি ভরে দিবে হালকা এবং ঘন শরীরের প্রসঙ্গ
আমরা
نعم إجابة الدعوة
لكن إجابة الدعوة الأصل في إجابة الدعوة أنها مستحقة إلا دعوة العرس فهي واجبة. الشرط الرابع للزيارة الشرعية
সেদিকে শুনল এবং তার কোন দরকার উদ্দেশ্য ধন্যবাদ।